وإن كان الجسم لا يلبي يعني المجهود، ولكن الفكر والعقل دائما يشتغل. ولكن الكتابة كذلك تصعب عليا لأن فيها جهد كذلك، ولا أقوى على الجهد صح. ولكن التفكير أنا أفكر دائما، أفكر يعني كانت عندي مشاريع كثيرة. أيوة. للتأليف يعني خصوصا كنت مدة قصيرة كنت أريد أن أكتب حول الدين الإسلامي، هذه المشاكل التي يعيشها الدين الإسلامي في هذه المدة الأخيرة. معظم الجماعات الآن التي تستعمل الدين شعارا تلعب على وتر الإعلام وتحاول أن تقدم كل نشاطاتها بالاستعراض الإعلامي، إلى أي مدى يزعجك هذا الأمر دكتور إحدادا؟ والله يزعجني كثيرا كثيرا، لأنه حقيقة يعطي صورة مشوهة للإسلام الحقيقي. يعني احنا في الجزائر وفي المغرب بصفة عامة عشنا على الدين الإسلامي وتبعنا المذهب المالكي، وكنا يعني حقيقة الدين الوسط، ونستعمل كثير العقل حتى في تفكيرنا الديني. الآن أصبح فيه تقليد أكثر من استعمال العقل، وهذا يسيء للدين الإسلامي، وخصوصا هذه التصرفات الأخيرة وتصرفات هذه يعني المزعجة واستعمال العنف في غير محله، وخصوصا يعني قتل المسلم. المسلم يقتل المسلم، وهذا لا يعني غير وارد في الدين الإسلامي. نعم حقيقة أنا أعيش يعني في دواخلي مأساة كبيرة جدا، وأنا حزين لما يقع للدين الإسلامي. طيب الإعلام الآن باعتبارك كرست سنوات طويلة من حياتك في تقديم أو في تدريس الإعلام للأجيال المختلفة، هذا الإعلام كيف يراه الآن الدكتور زهير إحدادا؟ هل تتابع التلفزيون؟ هل تقرأ الجرائد؟ هل تقيم الأداء الإعلامي الحالي لأجيال ربما انتقلت إلى الممارسة ودرست عندك المبادئ الأساسية لهذه المهنة؟ نعم والله هو سؤال كبير جدا، والجواب عنه فيه يعني تشعب كثير. إن كانت تزعجك العصا معليش، إذا كان تزعجك العصا زميلي عمري ولا لطفي معليش، إن كانت تزعجك العصا ناخذوها هذه الرجل الثالثة معليش، نكسروا تقاليد التلفزيون دخل لطفي عادي باش تكون مرتاح هكذا. نعم لأن ما عرفت كيفاش. صح. إذن فهو فيه تشعب كثير، لأن أنا أعتقد بأن الإعلام في العالم بصفة عامة، الإعلام يعني أخذ يلعب دور كبير جدا أكثر مما هو دوره في السابق. وقد ذكرت سابقا بأن مثلا في الدول الغربية الإعلام كان يسمى السلطة الرابعة. أنا أعتقد بأنه الآن في الدول الغربية أصبح هو سلطة فوق السلطات، فوق جميع السلطات، فوق السلطات. هو تقريبا الإعلام هو الذي يوجه السياسة. وهذا يعني خطأ كبير جدا. على كل حال احنا في الجزائر ما وصلناش لهذه الدرجة، ولكن يعني فيه تجربة قوية جدا في الجزائر من ناحية الإعلام، فيه تجربة قوية جدا. وهذه التجربة لابد من يعني تقييمها وربما تصنيفها، وكذلك يعني إدخال كثير من الإصلاحات فيها. ولكن التجربة موجودة، وبصفة عامة نستطيع أن نقول أنها إيجابية. بصفة عامة ولكن نعم. مثلا بعد الاستقلال مباشرة أنت انتقلت إلى التعليم بعدما طلقت السياسة بالثلاث. نعم. هذا الاتجاه الآن عندما كنت تقدم الإعلام أو المبادئ الأساسية كمدخل لهذه نعم. العلوم، الآن أنت تتواجد في بلاطو برنامج تلفزيوني لقناة جزائرية خاصة. نعم. يعني بعد كل هذه السنوات ماذا يعني لك الأمر؟ يعني الأستاذ إحدادا الذي درس الإعلام لأجيال مختلفة يتواجد الآن مع أنا طالب درست وقرأت كتابك وكتبك الموجهة للإعلام، يعني ماذا يدل أو ما الذي يثيره في داخلك هذا الأمر؟ والله هذا يعني يدخل في نفسي يعني الاطمئنان والفرح. يعني كثير ما أمشي في الطريق ويلتفت لي شخص يمر أمامي، يعني سواء امرأة أو رجل،
ويقول الأستاذ إحدادا أقول له نعم ماذا؟ أنا قرأت عندك. يعني هذا يعني حقيقة الفرح، وأشعر بأنني حقيقة قمت بالواجب، يعني كونت أجيال من الإعلاميين. وأنا أقول لك يعني شيء، يعني فرق بين التكوين والممارسة. نحن كوننا في المدرسة، أعطينا تكوين يعني بمعنى أعطينا القواعد الأساسية للصحفي، القواعد الأساسية فقط، وأعطيناه نوع من الثقافة الأساسية لممارسة مهنة الصحافة. ولكن المهنة لا تؤخذ ولا تمارس حقيقة إلا عند العمل، يعني في الصحف وفي الإذاعات وفي التلفزيون. صحيح. وفي الجزائر أنا أعتقد بأن، ولكن ما مش غير في الجزائر ولكن في الدول العالم كله، يعني هناك فرق وهناك يعني تفاوت بين المدارس التي تكون والمؤسسات الإعلامية التي تستقبل الطلبة. صحيح صحيح. وأحيانا هذه المؤسسات يعني ربما تذهب عكس ما أخذه الطلب كمكون. فهم؟ صح. بمعنى المؤسسات الإعلامية أحيانا تعطي تكوين وتوجيه أكثر مخالف ربما أكثر يسقل هذه، والاعتماد أساسا هو يكون على موهبة، لأن مثل هذه المهن تحتاج إلى مواهب أكثر. طيب دائما هذا التالوث، عندما نقول الإعلام نقول السياسة والأخلاق أيضا أو القيم. تعرف بأنه مع تقدم الوقت أصبح المال يأخذ مساحات أوسع، القيم والأخلاق تتراجع، والإعلام انسحب أو اختطف بالتعبير هذا من طرف رؤوس المال. كيف تقرأ أنت هذه المعادلة في الظرف الحالي، ولو أنك كما قلت لي لا تتابع كثيرا ما يقدم؟ لا، هذه عصرة أو عرقلة أو مصيبة إن أردت بالنسبة للإعلام، يعني تدخل المال، قوة المال في الميدان الصحفي. لأن تدخل المال في الميدان الصحفي يفسد الصحافة بغير شك، كيفما كان الأمر. إذن أنا، ولكن هذه ظاهرة عالمية سواء كانت في الجزائر أو في غير الجزائر، في دول المتقدمة المال يفسد الإعلام حقيقة. وهنا المسألة وكل ترجع للصحفي، الصحفي لتكوين الصحفي، وخصوصا لتربيته، ربما يعني إذا كان عنده كذلك يعني تكوين ديني. يعني أنا أعتقد بأن التكوين الديني هو الذي يجعل عنده مانع من تأثير المال عليه، لأن الصحفي كما ذكرت أنت سابقا فيه موهبة. الصحفي ماهوش اللي يعرف يكتب ويقرأ يقدر يكون صحفي، لا، وإنما في أولا وقبل كل شيء موهبة. صح. بمعنى لابد من حب الاطلاع، حب الاكتشاف، البحث والنقد إلى آخره. إذن هذه الأخلاق عندما تكون عند الصحفي، هذه الأخلاق ربما تستطيع أن تجعله يعني يأخذ حذره من المال. صح. وربما يعني يكون أقرب إلى الموضوع، يحصن نفسه ضد جميع الإغراءات المالية. تكون حصنة له. الوالد توفي في سنة 1956، أنت كان عمرك 27 سنة، هو كان قاضيا، توفي بسكتة قلبية. ما الذي تذكره عن الوالد بسرعة هكذا؟ ربي رحمه وربي رحمه، أعطاني كل شيء الأب. ويعني الآن وصلت إلى درجة أتمنى أن أكتب كتاب عنه وعن العائلة بصفة عامة، لأنه هو الذي علمني كل شيء. يعني الأب الله يرحمه، أنا أتذكر عندما كنت صغير كان يأخذ الفتوحات الإسلامية ويقرأها عليا، يقول كذا وكذا كذا الفتوحات الإسلامية، وأنا كنت صغير جدا. وذهبت يوما معه، أنا نسكن في الجبل في توجة، وذهبنا إلى أدكار تبعد عن توجة تقريبا حوالي 25 كيلومتر، وأخذنا بغل وركبنا على البغل وذهبت معه. وفي الطريق كنت دائما أسأله كذا وهو يجيبني، يعني علمني كثير من الأشياء. كل شيء. طيب. ربي يرحمه. طلقت السياسة بعد سنوات الاستقلال، هل أنت نادم على هذا الأمر، على هذا القرار؟
لست يعني نادم على ممارسة السياسة في السابق، لا لست نادم ولكن الآن لا، الحمد لله لا، أنا لا أستطيع أن أمارس السياسة حاليا، لا أبدا لا أندم على شيء. والله أنا الحمد لله يعني رجعت إلى كتابة التاريخ وإلى الكتابة بصفة عامة أحسن من النشاط السياسي. يعني حاولت أن أقوم بنشاط سياسي بعد الاستقلال ولكن فشلنا، تعربينا، حاولنا، درنا محاولة مع صحيح مع بن خضر الله يرحمه وكوننا حزب يسمى الأمة ولكن لم ننجح على كل حال. وأعتقد بأن السياسة صعبة في الجزائر، صعبة جدا جدا. نعم، شكرا لك دكتور زهير إحدادا، أنا كنت سعيد جدا بأنك شرفتني في البرنامج فيكم. اليوم بارك الله فيكم. هو الحديث إليك يحتاج إلى ساعات طويلة، ربما سوف تسمح لنا الظروف مستقبلا حتى نعم. نفتح جزءا من هذه الذاكرة الممتدة لسنوات طويلة. زهير إحدادا يعطيك الصحة، ربي يطول في عمرك، بارك الله فيك دائما. بارك الله فيك وأشكرك كثير وأتمنى لك النجاح. أنا أتابعك في الشروق وأجد يعني فيك كما ذكرت لك يعني التعقل والاتزان وحقيقة حسن تسير هذه الحصة، ربي يوفق. أشعر بأنني حقيقة قمت بالواجب. أشعر بأنني حقيقة قمت بالواجب.